ثم جاءت القصة الثالثة قصة العلم، وهذا العلم يختار الله له فيأتمن عليه من شاء من خلقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس ناشئا عن نسب ولا حسب ولا وراثة، بل قد قال مالك رحمه الله: أبى الله أن يكون هذا الشأن بالوراثة. كان الناس يزدحمون على درس مالك، أهل الأندلس وأهل خراسان وأهل كل مكان، وابنه يحيى يلعب بالحمام، فمر مالك بابنه وهو يلعب بالحمام فقال: سبحان الله، أبى الله أن يكون هذا الشأن بالوراثة. فلذلك موسى عليه السلام كان في ملأ من بني إسرائيل، فجاءه رجل فسأله عن أعلم الناس، فقال موسى: أنا. فعتب الله على موسى إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه: بلى عبدنا خضر أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وهذه الآية يحمل حوتا ميتا هو نفقته، فجعله في مقتل، ومعه فتاه وهو يوشع بن نون يحمل له الحوت. فسار موسى في طلب العلم فحقق كل الشروط. فطلب العلم له 7 شروط: الغربة، فالإنسان ما دام بين أهله لا ينال العلم الذي يشار إليه بالأصابع. ولهذا يقول العلماء: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. فلذلك اقترب موسى قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما نال الوحي حتى حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث به وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فهذا شرط من شروط العلم. الأمر الثاني التواضع، فلا بد أن يتواضع الإنسان لمن يأخذ عنه ولجميع شيوخه، حتى لو كان أرسخ منهم قدما في العلم، ولو كان أشهر منهم بالناس، ولو كان أذكى منهم، هم شيوخه ويريد أن يأخذ بضاعتهم وسلعتهم، وهي غالية ما جمعها إلا بالكد والتعب، ما بيض وجههم باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. فلذلك من لم يتواضع لهم لا يتوقع منهم أن يعطوه بضاعتهم رخيصة وقد تعبوا في تحصيلها. فلهذا قال موسى للخضر: هل أتبعك، بصيغة الاستفهام، ولم يقل سأتبعك، بصيغة صيغة القرار، على أن تعلمني. فجعل نفسه طالبا مما علمت، أي بعض ما علمت، لا يريد أن يعلمه كل ما لديه، مما علمت رشدا. هذا غاية التواضع. الثالث الجوع، فالإنسان الشبعان دائما الذي كلما اشتهى اشترى لا يفلح، فالبطنة تذهب الفطنة، والجوع مدعاة لصفاء الذهن والفهم. فلذلك قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فهذا الجوع. الرابعة المخاطرة، هذا الشرط الرابع المخاطرة، فلا يمكن أن يحصل الإنسان العلوم النافعة المفيدة ما لم يخاطر في سبيلها. والمخاطرة تقتضي أن تهون على الإنسان نفسه في سبيل السلعة التي يطلبها. الإنسان الذي هو حريص على صحته أكثر من اللازم، ولا يريد أن يستيقظ في وقت نومه العادي، ويريد أن يتعشى في وقت العشاء، ويتغدى في وقت الغداء، ويريد أن ينام حتى تشبع جفونه، ويريد أن لا يتعرض لبرد ولا قر ولا حر، ولا هذا لا يفلح في طلب العلم. قالت: مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يأله البشر. فلذلك موسى خاطر في طلب العلم فركب البحر في سفينة مخروقة، في عباب البحر وهي مخروقة، هذه مخاطرة كبيرة. السادس معصية الهوى. تعدينا واحدة وهي الورع، فالورع معناه اتقاء الشبهات والمحرمات والمكروهات، أن يحاول الإنسان الزهادة في كل ما نهي عنه، هذا الورع. فالعلم نور، والنور لا يختار له المكان القذر الوسخ، بل إنما يوضع في الزجاجة النقية والمشكاة النظيفة. ذل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذا علم الله وهذا النور. ولذلك يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وبل أخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. فالورع لا بد منه. ولذلك فإن موسى لما قتل الخضر الغلام تورع من ذلك، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، فأنكر المنكر هنا تورعا عن مثل هذا. السادس معصية الهوى. فالإنسان الذي يتبع هواه دائما لا يفلح، ولذلك لا بد أن يأتي بشيء يخالف هواه بالكلية. فموسى لما تضيف هو والخضر على أهل هذه القرية فلم يضيفوهما وامتنعوا من ذلك، كانت مخالفة الهوى تقديم الخدمة لأهل هذه القرية البخلاء الذين امتنعوا من ضيافتهم، هذا مخالف للهوى بالكلية. لكن كان أمرا لا بد منه لطالب العلم، لا بد أن يتعود على مخالفة هواه، فهذا شرط لا بد منه. الشرط السابع الاتباع. فالعلم فائدته العمل وما يتعلق به، وفي الأخير لا بد أن يدرك الإنسان نتيجة هذا العلم وثمرته وهي العمل به، فيقصد به التنفيذ والتطبيق. ولذلك فموسى حصلت له مع الخضر ثلاث قصص. القصة الأولى ركوب السفينة وخرق الخضر لها، والقصة الثانية قتل الغلام، والقصة الثالثة إصلاح الجدار. فالخضر لما وصل إلى النتيجة بيّن له ذلك. فكل هذه تذكير لموسى بنعم من نعم الله سابقة. فركوب السفينة يذكره بنعمة الله عليه عندما أمر أمه أن تجعله يوم ميلاده في التابوت وأن ترميه في البحر ولم يخاف من الغرق، فكيف يخافون الآن وهو رجل كبير قد بلغ أشده وقوته. القصة الثانية تذكير لموسى بقتله للقبطي في مصر عندما خرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. القصة الثالثة تذكير لموسى بقصة سقيه للمرأتين لما ورد ماء مدين ولم يأخذ عليهما أجرا. والغريب في القصص الثلاث الجانب الغيبي فيها مهم. فالقضية الأولى خرق السفينة إفساد، ولكنه إفساد عادي لأنه قد لا يؤدي إلى غرقها كما حصل، فلذلك يستطيع الخضر أن يتحمل فيه المسؤولية، فلذلك قال فأردت أن أعيبها. القصة الثانية إفساد محض وهو قتل النفس، وهذه أمر كبير لا يستطيع الخضر أن يتحمل فيه المسؤولية وحده، فقال فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الثالث إصلاح محض بناء الجدار وستر الكنز حتى يبلغ الغلامان، فهذا من الأدب نسبته لله فنسبه لله، قال أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، أولا فأردت ثم فأردنا ثم فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربي، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن هذا واضح جدا، ما لم تستطع عليه صبرا هنا، وفي البداية لم تستطع عليه صبرا قبل أن يبين له، وفي النهاية لم تستطع عليه صبرا لأنه قد بين له. تستطيع أبلغ في الشدة من تستطع، العرب كلما زادت حرفا زادت معنا. ولذلك في قصة ذي القرنين فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فالنقب أشد من أن يظهره أي أن يصعد عليه، صعود عليه أقل تكلفة من خرقه، فلذلك قال في الخرق استطاعوا، وقال في الطلوع والصعود فوقه استطاعوا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.